عرفت البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شيء مزيان وصلاتي احلى النبي العامر وشهودي. تكونوا كلكم بخير وعلى خير. دائما نبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعمدت هذا الفيديو هذا ندير لكم في هذا الليل في هذا الضوء الرائع. تعمدت ندير لكم مع هذا السلاوي هذا. أنتم درت هذا السلاوي هذا أنتم كتشوفوا. تعمدت نديرو هنا بحال كلوتير بحال واحد السياج هنايا ضللت به على الشمس اللي كتعطي في الوسط ديال كما كنقولوا حنايا على برا هاد التراس اللي على برا باش يعطيني الظل للدار. راه عطى واحد المنظر رائع. هانتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما ما شاء الله هانتوما كتشوفوا راه دار لي واحد السياج يا سلام. وتقريبا راه مده شهرين هذه وزياده حنايا كناكلوا فيه يوميا كيف ما كتعرفوا. السلاوي راه ما كيخرفش. ها هو هانتوما اجي تشوفوا معايا انا كيف ما كتشوفوا واخا ظلام هانتوما ها السلاويه هي الاولى ها هي السلاويه الاولى الثانيه راه جات الظلام ما غتبان لكمش مزيان. وهانتوما كتشوفوا علاش انا خليت هاد السلاويه هذه ها هي كيف ما كتشوفوا فيها هكذا بهذا الحجم هذا حيت هاد السلاويه هذه هي اللي غادي ندير بها البودور ان شاء الله. وفضلت انني بغيت نحيدها قلت غنحيدها انا وياكم مجموعين ان شاء الله لماذا حتى نتوما تستافدوا وتعرفوا كيفاش كبرات السلاويه. هاد السلاويه تقريبا راه تكون عندها واحد تقريبا شي شهير بحال هكاك. انتوما شوفوا الحجم ديالها قداش تبارك الله ما شاء الله. مشيت قضيت غير شي شغال غيبت واحد يومين تقريبا جيت لقيتها تبارك الله ما شاء الله كبرات. راه دغيا السلاوي كيكبر يعني كيكون الحجم ديالها قد هكا انتوما كيف ما كتشوفوا ها الحجم ديالها. دابا كيكون الحجم ديالها قد هكا صافي خص يعني راه خصها طيب ما تخليوهاش تشرف بحال هكا راه كيجي لذيذ ورائع. دابا ان شاء الله يا ربي غادي نقطع معكم هاد السلاويه هذه وان شاء الله في فيديو اخر غادي نوريكم كيفاش غادي نتحيدوا البذور ديال هاد السلاويه وكيفاش غادي نستغلوا هاد السلاويه وشنو غادي نديروا فيها باذن الله. ومع قناه منى وقناتكم كل شيء كنستافدوا منه اي حاجه كنستافدوا منها من المطبخ والى المطبخ. ونبداو على بركه الله. هانتوما الحجم ديالها يا سلام تبارك الله. هانتوما شوفوا قداش راه انا نعبرها غير هكا يا ب بسم الله. واحد جوج ثلاثه المهم هذا 10 20 30 40 50 60 يعني تقريبا بحال فيها نص متر اكثر من نص متر 60 سنتيم. غنبدا ان شاء الله غادي نقطع. علاش انا فضلت انني دابا صافي وجدات نحيدها باش ما تاخذش من الروا ديال السلاوي باش تخلي سلاويات وحدين اخرين يكثروا. كاين اللي كيقول لي سلاوي كاين اللي كيقول ليه القرعه سلاويه كل واحد الاسم ديالو شنو تيقولها حنا تنقولوا سلاوي. ونبداو على بركه الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنضرب سلاويه بحال هكذا هادي ما شاء الله. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا الحجم ديالها هانتوما الحجم الرائع يا سلام كتعيشوا الحياه الصراحه الله هانتوما هاهي السلاويه يا سلام تبارك الله سلام فيها واحد الرائحه رائعه. وها هي البلاصه ديالها شفتوها. دابا السلاوي غادي خفاف وان شاء الله باقي غندير منه البذور غنخلي شي وحده اخرى عاوتاني تكبر واخا باقين عندي البذور لمالا نستافدوا. انتما كتشوفوا حيد دابا البلاصه ديالو غادي يتنفس ان شاء الله السلاوي وغادي يطلع راه طالع كامل ملهيه وغادي يضل ليا باذن الله هاد الصيف هذا كامل ان شاء الله حتى الخريف ان شاء الله عاد غادي نحيدو باذن الله. وكنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم ونخليكم تستمتعوا. واللي وصلت معايا حتى لهاد الفيديو تنقولي الله يرحم لك الوالدين دير واحد لايك واحد كومونتير محفز وشكرا لكم ونخليكم تستمتعوا مع هاد الجو الرائع ودخل انا السلاويه ديالي.
درتو سياج رائع ومدرق عليا حتى الناس اللي على برا ما كيشوني حتى شي واحد، والظل وخليت غير الباب هانتوما كيف ما كتشوفوا فيه، ودار الظليله ما كيف ما كنقولوا حنايا يعني اجر ومنفع، كناكل منه وفي نفس الوقت راه مظلل والمنظر رائع، كل شيء خضر يا سلام والحمد لله. ودابا راه تعلق الفوق السياج الفوقاني وغيضل ليا الدنيا كامله ان شاء الله في هذا الصيف، هذا اجر ومنفع ناكل منه ونظلل منه والمنظر يا سلام، وزراعه ناجحه ان شاء الله لنا ولكم. تقولي كيف كافت البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان، وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرا روح الدب شبان. مسار كله فواحب العطار والباس كل الوان، تبتني بعنان فقري رسول داك الظهر كيف بلغك في مكان كله جند وجدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والحسان. يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى بعد تمشي ناس. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى بعد تمشي ناس. أوليدي